السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاو توتي، عاملين ايه؟ معاكم ندى احمد من قناة ويلا ندى الايطالي اونلاين، مكملين شرح كتاب نوفو بروجيتو ايطاليانو اونو، واللي اخيرا وصلنا لأونيتا اونيتشي اللي هي اخر اونيتا او لولتيما اونيتا ان كوستو ليبرو. كانت رحلة طويلة، يعني بدأناها من اول السنة. فيلا بينا هنعرف بس الاول اونيتا اونيتشي، يعني التيتولو اون كونشيرتو اللي هو حفل موسيقى. فواضح ان التيمه بتاعت او التيماتيكا بتاعت الانتر كلها هتكون حوالين الموسيقى والحفلات. سريعا كده نعرف هناخد ايه ان كويستا اونيتا. Impariamo a esprimere un desiderio, un'opinione, il futuro nel passato, a chiedere qualcosa in modo gentile, a dare consigli, a riferire un'opinione altrui o una notizia, a formulare un'ipotesi. Conosciamo il condizionale semplice e il condizionale composto e alla fine troviamo informazioni e curiosità sulla musica italiana. طيب هنا نتعلم ايه؟ نتعلم ان احنا نعبر عن رغبة او رأي وعن المستقبل في الماضي. هنفهم بقى يعني ايه المستقبل في الماضي ده من درس الجراماتيكا. ان احنا نطلب حاجة من حد بشكل مؤدب، ان انا بدل ما استخدم الامبراتيفو، احنا خدناه المرة اللي فاتت، المفروض بقى تكونوا ذاكرتوه حليتوا عليه والدنيا كلها تمام. فعل الامر، بس احنا بقى هنشوف ازاي نطلب من حد بطريقة مهذبة، وان احنا ندي نصايح، وان احنا نتكلم عن اراء الاخرين او عن اخبارهم، وان احنا برضو نتوقع او ندي فرضيات. بالنسبه للجراماتيكا هناخد الكونديشناله السمبليتش والكومبوستو، والدرس ده يعني مهم برضو. تروبيامو انفورماسيوني كوريستا سولا موزيكا ايطاليانا، هنتكلم بقى ونشوف كده اخر 3 4 صفحات اللي هما الفوكابولاريو والابيليتا هيكونوا عن الموزيكا ايطاليانا. طيب كده احنا خلاص تقريبا بنفنش المستوى قعدوه عشان نبدأ نمهد للبي اونو. الكونديشنالي ده من احد الدروس بقى نقلة تانية. احنا خلصنا بقى الازمنة اللي هي العادية اللي هو ماضي مضارع امر مستقبل. نبدأ بقى نخش في حاجة كل اللي فات ده كان اسمه انديكاتيفو، بريزنت انديكاتيفو، باستاتو بروسيمو، فالانديكاتيفو اتشترا. الامبراتيفو حاجة تانية لوحدها كده غير الانديكاتيفو. الكونديشنالي حاجه غيرهم هما الاثنين. وبعدين عندنا بقى قدام في بي 2 الكونجونتيفو اللي هو حاجه ثالثه، حاجه رابعه بقى غير الثلاثه اللي فاتوا. فيعني لاحظوا كده ان احنا عمالين ننتقل الى ايه، حاجات اكبر. كمان بصوا كده على خرائط مجمعه الجراماتيكا كلها عشان تعرفوا برضو يعني شوفوا كده خريطه ذهنيه على النت فيها توزيعه الجراماتيكا عامه عشان تبقوا فاهمين انتوا موقعكم ايه من الجراماتيكا الايطاليانه يعني. فكالعادة هنبدأ بالشرح الجراماتيكا نفسه. هنسيب دلوقتي الصفحتين بتوع الديالوجو، فالفيديو ده هيكون فيه شرح الكونديشنالي كله إن شاء الله لو لحقنا يعني. فيلا نبدأ. كومتشام دي تلات صفحة كده في الأونيتا. عندنا بروفاتي a completare la tabella، حاولوا ان انتوا تكملوا التابلة كالعادة، يعني عشان احنا هننجم من عندنا او ان احنا نستنتجوا من الديالوجو. يلا بينا هنشوف هنا. نبدأ الأول بالأوزو دل، مش الأوزو بقى سكوزي، لا فورما ان احنا او الاستركتورة اللي هنكون بيها الكونديشناله. محدش يقول لي بقى ايه الكونديشناله ده عبارة عن ايه او ترجمة الحاجة ايه، لان هو الحاجات دي يعني مش هنترجم بقى. احنا هنعرف ده زمن وظيفته ايه وبيتكون ازاي، مفيش ترجمة. الكونديشنالي سمبليتشي او اللي بيتقال عليه بريزنتي، تمام؟ يعني الكونديشنالي في البريزنتي في المضارع او البسيط. عندنا هنا الثلاث مجموعات كالعادة: اري ايري ايري، بارلاري ليجيري، بريفيريري. الست خانات الرئيسية بتاعت البرونومي بيرسونالي، ونشوف بقى بيتصرفوا ازاي. بسيط، احنا برضو الفكرة بتاعته طالما هو سامبليتش فاحنا هنشيل الاري، هنشيل الاري، هنشيل الايرة، نحط بعدها نهايات جديدة. النهايات الجديدة دي بنحفظها بنطبقها على كل الافعال. حط بقى عندي زمن الايه الكونديشنال، ما عدا طبعا حاجات الاريجولاري بقعد احفظها وشكرا على كده. نفس يعني نفس ما كنا بنعمله مثلا في البريزنت انديكاتيفو، زي ما كنا بنعمل في الفوتور سامبليتش وهكذا. طيب ايه بقى النهايات اللي احنا هنحطها ونحفظها؟ عندنا هنا المجموعة الأولى والتانية نفس النهايات،
ادي اول حاجه سهله في الموضوع. المجموعه الثالثه نفس النهايه بتاعت المجموعه الاولى والثانيه باختلاف اول حرف بس. يعني لو لاحظتوا النهايات مع ار واري كلهم بيبداوا بحرف الاي، هيبقوا هم نفس النهايات بس بيبداوا بحرف الاي عشان المجموعه الثالثه بس كده. شكرا. طيب عندنا هنا اراي، ارستي زي ما هو كاتبها هنا، ارب هنا تبقى برضو ارب، ارمو، ارستا، اربرو. يبقى اراي، ارستي، اربا، ارمو، ارمو. فاكرين لما كنا في الفطور وكنت بقول لكم مثلا يعني ليدجر، ليدجر في الفطور كان بيبقى ايه؟ ليدجيرامو، ايرامو، ام واحده. عشان كده بقول لكم النطق ما تعقوش النطق، مثلا ما تعملوش ستريس على الام علشان ما يتفهمش ان هو في الكونديشنال. تمام. فيعني فيرا كوماندو او انصحكم ان بعد ما تذاكروا درس الكونديشنالي ترجعوا درس الفضول، لان النهايات متشابهه ممكن تدخلوا الاثنين في بعض. يبقى اراي، ارستي، اربا، ارمو، ارستي، اربرو. اوكي. اربرو هي اربا بتاعت اللولو بس زودناها ار او. اراي يعني هي ما فيهاش حاجه، النوي مثلا على طول فيها كان ايامو مثلا، وكانت ارامو في الفطور، وهنا بقت ارامو في الكونديشناليه. بمناسبة ان احنا جبنا بقية الازمنة، برضو انصحكم ان انتوا تجيبوا بقى، بما ان احنا عندنا ازمنة كتير، تجيبوا مثلا فيرب بارلاري تكتبوه، صرفوه مرة في البريزنت انديكاتيف، ومرة في الباستاتو بروسيم، ومرة في التراك باستاتو بروسيم، ومرة في الامبرفكتو، ومرة في الامبراتيف، ومرة في الفوتورو سامبليتش، ومرة في الفوتورو كومبوستو. ادي كده سبعة، والثامن النهاردة كونديشنال سامبليتش، والتاسع كونديشنال ايه باستاتو. ليه بقى؟ علشان تبقوا يعني تأكدوا كده ان مخكم فاصل بين نهايات كل فعل. تمام. والازمنة المركبة، الازمنة البسيطة، امسكوا فعل واحد وصرفوا كل الازمنة، وتأكدوا من ان انتوا مصرفينه صح من اي ابليكيشن بيصرف الافعال. تمام. طيب هنا بقى مع المجموعة الثالثة نفس النهايات بس بدل اول حرف مكان ايه هيبقى ايه. ايراي، ايرستي، ايربا، ايرما، ايرستا، ايرستا، و ايريبرو. تعالوا بقى نقراهم كده. parlare، parlerei، انا ممكن اتحدث، او هنشوف دلوقتي استخدام الكونديشناله. tu parleresti، lui ولاي، ولاي بتاعت الفورمة دي كورتيزية، parlerebbe، parleremmo، parlereste، parlerebbero. طيب leggere، seconda coniugazione او secondo gruppo، leggerei، leggeresti، leggerebbe، leggeremmo، leggereste، leggerebbero. اخيرا preferire، تبقى preferirei، irei، irei، preferiresti، preferirebbe، preferiremmo، preferireste، و preferebbero. بصوا الثلاثه راهو، وانا الراهو بتاعتي اصلا مش مظبوطه. دول اربعه، كام راهو دول؟ كام ان؟ اربعه. preferirebbero. تمام. ادي كده عرفنا الاستركتورة او التركيب. تعالوا نحل عليها نثبتها ونشوف الايريجولاري ونشوف الاوزو كمان. secondo voi che cosa esprime il condizionale semplice quando lo usiamo؟ لو انتوا قريتوا الديالوجو ممكن ان انتوا تكونوا فهمتوا هو بيعمل ايه او تعرفوا تستنتجوا. فخلونا يعني هيقول الاوزو تحت اكيد، ولو ما قالوش هقول ايه. costruite delle frasi usando il condizionale، هنعمل الازمنه دي في الكونديشناله. ممكن توقفوا تعملوهم كده لوحدكم الاول وبعدين تيجوا تصححوا معايا. طيب uno، guardate che gelato، noi ne mangiare volentieri uno، يعني الله بصوا الجيلاتي ده احنا هناكل منه واحد عن طيب خاطر، بمعنى اللي هو ده انا هاكل واحد قوي يعني نفسي في واحد مثلا، فاهمين؟ طبعا الني عشان uno، ومش هنتكلم بقى تاني في الحاجات القديمة. طيب mangiare ونوي، ها mangeremmo، mangeremmo. نلاحظ ان احنا شلنا او طيرنا الاي، الاي لان في ايه ارامو اصلا فملهاش لازم بقى الاي، فتبقى مانجيرامو. al posto tuo، وده اسبريسيوني بيستخدم كتير جدا مع الكونديشناله، ومن معناه دلوقتي ممكن انتوا تخمنوا بقى الاوزو بتاع الكونديشناله. al posto tuo يعني لو كنت مكانك، احفظوا الصيغه دي عشان لطيفه. al posto tuo، تو اتشيتاري فولنتيري لا سوا بروبوستا، كنت هقبل برضو عن طيب خاطر، او كنت هقبل اكيد يعني العرض بتاعها او بتاعه. فا اتشيتاري وايو اتشيتاري، اتشيتاري. خلي بالكم لو كان في الفوتورو كان يبقى ارو اتشيترو،
caso il condizionale, accetterei. Secondo me, من رأيي، برضو لاحظوا الروب دي، لأن هي اللي في الآخر هتطلع اللي بتقول لنا الأوز بتاع الكونديشنال. secondo me من رأيي عندنا fare وعندنا bene و fare bene a un a non مش عارفة bene a non parlargli bene più أنا مش عارفة أقرأ في إيه. secondo me a non parlargli bene più يعني من رأيي أو أنا شايف من وجهة نظري إن أنت قلنا fare bene عملت حاجة كويسة، يعني إن أنت ما بقيتش تتكلم معاه أكتر من كده. فلي طبعا ده pronome indiretto اللي هو a lui، فحطيناه بقى في آخر الفعل عشان هو all'infinito il verbo. طيب عندنا fare وعندنا to، يعني ما علينا دلوقتي، هو اكيد هنصرفه في السامبليتش مش في الباسفاتو، احنا لسه مخلصين الباسفاتو اصلا منه. فهتبقى faresti bene a non parlare più، parlare più. ونلاحظ طبعا ان فيربو فاري من الافعال، احنا يعني لو كنا شلنا الاري اصلا وحطينا بدلها النهايه يعني فاهمين، مفيش هيبقى اتبقى لنا الاف بس، احنا ما شلناش النهايه كلها، يعني ما شالش مثلا الاري وحط اريستي، لا ده هو irregolare. تمام، ف faresti bene a non parlargli più، يبقى من رأيي انت عملت كده صح. يعني signorina يا انستي uscire con me una di queste sere، يعني ممكن تخرجي معايا في احد السهرات يعني او في احد الامسيات. فهتبقى هنشيل ire نحط iresti، بس لو احنا عايزينها نعملها كفورمة دي كورتيزية، كورتيزية هتبقى ebbe مش ebbe بقى irebbe uscirebbe con me una di queste sera. بس هي عشان تصغير ممكن مثلا نعملها مفيش فورمة دي كورتيزية، او مثلا هو بيقول لها سنيورينا عشان هي شابة مثلا، ما تفكروش انه بيقول لها ان هي كبيرة، يعني اختار انت عايزينه، يعني uscirebbe او uscirebbe. 5 voi chi altro invitare alla festa، طبعا عندنا invitare او يعني انتوا بقى دعيتوا مين كمان للحفلة، هنشيل الاري ونحط ereste، هتبقى invitereste، علشان خلي بالكم ان هو مش اخرها اي، اخرها اي، هو نفس المقطع مع تو ومع فوي، فهتبقى يعني لو اخرها اي اللي هو اكنه مع تو، لكن احنا فوي، لو كانت ارستي دي كده مع تو، لكن احنا هنا ارست مع فوي، يبقى invitereste alla festa. طيب كده خلصنا الحل. abbinate come nell'esempio، هنوصل le forme dell'infinito del futuro e del condizionale. احنا هنوصل حتى هو جايب لنا هنا الفوتورو لان هما شبه بعض، فاحنا هنوصل، احنا عندنا حاجات في المصدر هنوصلها بالشكل بتاعها في الانفينيتو والشكل بتاعها في ال هو في الانفينيتو احنا هنوصله بالفوتورو وبالكونديشنال، هو جايبهم لنا واحنا هنوصلهم بالشبه كده وتحفظوهم بقى. طبعا استر بتبقى سارو، في الفوتورو بتبقى ساراي، في الكونديشنال دي كلها irregolari، فيربي irregolari الكونديشنال، فبيقول لك توصلهم بالشبه عشان تحفظهم. يعني افيري هتبقى افرو، فين افرو؟ اهي افرو، و افري اهي في الكونديشنال، داري تبقى دارو اهي، و داري في الكونديشنال، بعد كده فارو وفاري، ستارو ستاري، دوفرو دوفري، بوترو بوتري، سابرو سابري، اندرو اندري، و دي نسيتها فورو، وخلي بالكم ان هي لو كانت فيرو كانت تبقى فيربو فينيره، فدي كده في الفوتورو، في الفوتورو فورو، لكن هنا فوري، فين فوري؟ فين فوري؟ فين فوري؟ اهي فوري في الكونديشنال. طبعا دي فوري اللي احنا على طول بنستخدمها، اللي هو ايه، فوري ام بيكيري داكوا، فوري ام كافيه، كنا بنستخدم الحاجات دي على طول، او يعني مثلا فوليري ما كناش بنقول فوليو ام كافيه مثلا، لا فوري كنوع من الاحترام. اهو بصوا عماله اغششكم الاوزي بتاعت الكونديشنال اهو. Come vedete i verbi che presentano irregolarità al futuro le presentano anche al condizionale. La tabella completa dei verbi irregolari è in appendice a pagina 190. Inzero basta per riuscire a fare حاجات كتير. يلا نحل اللي جديد. Ragazzi, يبقى voi و احنا معايا في الايه؟
Osservando la tabella precedente, costruito di Yang, Aizen, che il condizionale va è. Toi, piena, sapreste, في هنحط يعني ده شكلها، انت ممكن تحفظه الاول بعدين تيجي تحلوا الاسيرشن ده. فسابريست اللي هو مع الفوي، اندري مع تو هتبقى اندريستي اخرها اي، دوفيري مع الفاموزو جروبو يبقى دوفريبي، هنا فوليري مع ادستري سنشيري اندري انكي نوي، نوي يبقى فورريمو دوبيا ار دوبيا ام. خلي بالكم ان هي مش فوريمو ام واحدة لانها كده هتبقى في الفوتورو، فوريمو في الكونديشناله، فاري وجوليا تبقى فاريب فولنتيري انجاز. ترجموا تبقى الحاجات دي وانا هكمل انا بقى. usiamo il condizionale per، وهو برضو جايب لنا ديالوج الاول علشان نبدأ ان احنا عن طريقه نعرف احنا ليه بنستخدم الايه الكونديشناله. أول حاجة esprimere un desiderio realizzabile، حط خط تحت كلمة realizzabile. leggete il dialogo e rispondete alle domande. أنا طبعا هلجو الديالوجو وانتو هترسبونديتي، لأن أنا خلاص مبقاش ليا هاخد الحاجات دي يعني، وانتو تأسستوا بقى فتقدروا تعتمدوا على نفسكم. realizzabile هنا إن احنا نعبر عن رغبة محققة أو قابلة للتحقيق. ليه بقى؟ لأنها لو غير قابلة للتحقيق لأي سبب ما، إن وقتها فات مثلا أو إنها مستحيلة، هنستخدم حاجة تانية لسه هنشرحها قدامكم شوية، تمام؟ فرغبة ممكن حدوثها يعني مثلا إيه؟ نفسي أروح الكونسرت ده مثلا، زي الديالوج اللي إحنا بنسمعه فوق، إيه نفسي أروح الكونسرت ده مثلا، بس أنا لسه مش معايا تيكتس، فمش عارف أنا هعرف آخدها ولا لأ، بس في إمكانية إن أنا آخد التيكتس، وفي إمكانية إن أنا مآخدهاش، فهي رغبة مش مستحيلة، هي ممكن تتحقق. بس هل هتتحقق؟ احنا مش ضامنين. فهو ده هو ده بقى استخدام الكونديشناليتي، الاحتماليه، هي دي كلمه السر في استخدام الكونديشناليتي كله، احتماليه حدوث الحاجه. هل انا عندي يقين انها هتحدث؟ لا، لان لو عندي يقين كنت استخدمت ال present. تمام، فاكرين لما كنا قايلين زمان ان الفوتور ممكن نستخدم الحاجات اللي فيها شك؟ الكونديشنال نفس الكلام. هنا بقى هيجي سؤال بديهي جدا، اما ايه الفرق بين الفوتور وبين الكونديشناليتي؟ اقول لك اصبر على عايزك، ثبت الكونديشنال الاول وبعدين نبقى نشوف بقى ايه الكونتراست ما بينه وما بين الايه الفوتور. طيب يبقى نقرا il tempo oggi è bellissimo che si fa، io avrei voglia di fare un giro in centro dare un'occhiata alle vetrine e da un po' che non faccio spese io preferirei fare una gita vorrei andare ad Assisi non ci sono mai stata. A me piacerebbe andare al mare. Fa così caldo, che ne dite? Io veramente resterei volentieri in città. Con questo bel tempo saranno tutti sull'autostrada. Potremmo andare a mangiare in qualche bel posto. طيب يعني ايه بقى الكلام ده كله؟ النهارده الجو جميل جدا. Che si fa؟ ايه اللي بيتعمل في الجو زي ده؟ ماذا يفعل؟ فليزا هتقول ان انا ممكن يكون عندي رغبة في إن أنا أروح أعمل إيه أتنزه في وسط البلد وأبص بص على داري أونو كياتا. خلي بالكم من الإسبريسيني ده، داري أونو كياتا أ، خلي بالكم من حرف الجر بتاعه، على فيترين أبص على كده على الفيترينات بتاعة المحلات و إيه ده إيه ده أون بو، يعني بقالي فترة. كي بودي هو معناه قليلا، بس بمعنى فترة اللي هو بقالي حبة كده ما إيه ما رحتش أعمل شوبينج. مارتا بقى هتقول ان هي بتفضل، خلي بالك كل دي ديزيداري رياليزابل، يعني هم ممكن ياخدوا بعضهم دلوقتي ويروحوا يعملوا اللي هم قالوه ده. io preferirei fare una gita، انا بقى عايزه اعمل نزهه، vorrei andare ad Assisi، Assisi طبعا ده مكان، و non ci sono mai stata، اللي انا ما روحتش هناك قبل كده ابدا خالص. تمام، طبعا ده عباره عن اللي هو استرا السيرشي في الايه في الباستاتو، باستاتو بروسيمو، يعني انا اللي ما كنتش هناك ابدا. ما بيتشرب عندنا المال، هي بقى عايزه دي بورا دي وانا مش ما ايه، عايز تروح البحر. فاكوزي كالدو، الجو حر، كناديتا ايه رايكم؟ جاني بقى هيقول فيرامنتي، حقا جاني هو الولد الوحيد فيهم، انتوخ انتوخ، هيقول بقى انا فعلا او حقا يعني احب ان انا افضل في التشيتا، لان في الجو ده هما الولاد دايما بيتكلموا على العربيات، عشان في الجو ده سرانو هيكون
كل الناس على الطريق السريع، بمعنى ان هم هيروحوا بقى يسيبوا الشتا عشان يروحوا الماري او كده، فاللي هو لا ليه بقى نسوق بقى والدنيا زحمه وكده. احنا بوتريمو اندعري اما نجاري ان كوالكي في البوستو، نقعد في اي ريستورانت ونقعد ناكل فين. خلي بالكوا هنا ان هو استخدم فوتورو، لان ده مش احتماليه، هو بيقول ان ان في الجو الجميل ده المعظم هيكون، فهو يعتبر كده ايه. بصوا فيه يعني بص في شعراية بسيطة قوي بين البريزنت وبين الفوتورو، ونفس الشعراية الدقيقة دي بين الفوتورو وبين الكونديشنال. بمعنى البريزنت ده عشان اقول لك ان يا رب مش يعني بص، عشان اقول لكم ان مثلا سونو، يعني هقول سونو توتي سول الاوتوستراده كلهم هيكونوا على الطريق ده بقى، يعني اكن ايه، اكن اللي مش هيطلع بكره على الاوتوستراده ده هياخد غرامه مثلا، فاهمين؟ فلازم تكون حاجه اكيده للدرجه دي، اللي انا عندي اكيده اكيده، يعني اللي هو بقى الحكومه مطلعه قرار بكده في وباء مثلا وكله هيسيب البلد، فاهمين الفكره؟ عشان استخدم البريزنت تكون حاجه مؤكده بهذه الدرجه. طب عشان استخدم الفوتورو بتكون حاجة نص نص، يعني هو توقع أقرب للصحة لكنه لسه مش أكيد. فاللي هو جاني مثلا عايش بقاله مثلا 30 سنة، فطول ال 30 سنة اللي هو كان عايش فيهم كان بيحصل كده، إن الدنيا بتبقى زحمة في الوقت ده. هل لازم ده يحصل المرة اللي جاية؟ لأ، ولو أكيد 100% كان قال بريزنت، بس بما إنه أكيد بنسبة 90% بس أو 80% بس استخدم الفوتور. الكونديشنال بقى يستخدم امتى؟ يستخدم في الحالات اللي هي اقل احتمالية بكتير، اللي هو 50% اه 50% لا، فاهم؟ يعني فاهم طبق التدرج. لو انت متأكد قوي 100% هتستخدم بريزنت، 80 او 90% هتستخدم فوتورو، احتمالية بقى حاجة اه او لا بنسبة 50% ساعتها بقى تستخدم الكونديشنال. اوكي، خلي بالنا ان احنا مثلا كنا في بريزنت ولسه في احتماليه اصلا لتحقيق هذه الحاجه، لان لو مفيش احتماليه خالص لو هي 0% هنستخدم الكونديشناله فاستاتو اللي احنا هنقول تحت بيتكون ازاي. حلقت لكم اللي جاي، فهمتوا كده؟ حلو بقى الاسئله دي، لان انا النهارده جاي احل جراماتيكا، مش مهتمه بالاسئله بتاعت الجرامر. اسبريمي اون ديزيداريو ريالي تساتلي زي بري ام داري بلا بلا بلا، يعني هو جايب الحاجات كل الافعال اللي هي ايه الكونديشناله. لافراتي ان كوبيا ريالي تسعة دي ديالوجي، يعني الحل شيء ان كونشيرتو امبورتاتي ان كونشيرتو بيتشينو ولا اوسترا. يعني انا فاهمة ترجمة السؤال بس انا مش فاهمة عايز ايه. يعني خلي مثلا الافعال دي في الكونديشنالي، ولا انت عايز ايه بالظبط يعني توضح؟ يعني مثلا تشي لو عايزين نخليه في الكونديشنال هيبقى فيربو استري، ده هو كده كده تشي موجوده، فاستري بقى ده احوله فيه الكونديشنال هيبقى ساريب، تبقى تشي ساريب اون كونشيرتو تحت افيتي اللي هو فيربو افيري مع فوي هنصرفه في الكونديشنال هيبقى افريستي ان شيتا فا تبقى فاريب هنا بريستو كومينشيرانو ده في الفوتورو هنخليها مثلا كومينشاري في الكونديشنال سمبليتش مع لورو هيبقى اريبرو فهتبقى كومين شريبرو هنا دوفيتي هتبقى دوفريس تي اندار ارتيان ده لو انا فهمت السؤال صح، ان هو في الاخر عايز نخليه في الكونديشنال برضه. تاني اوزو من الاوزي بتاعت الكونديشنال هو كيادري كوالكوزا ان مودو جنتيلي، ودي احنا هرسناها قبل كده واحنا بنقول بدل فوليو بنقول فوري. طيب هل ده محصور مع فيربو فولاري بس؟ لا طبعا، يعني مثلا ما انت ممكن تستخدم برندري نفسه على طول، يعني بدل ما تقول عايز اخد قهوه تستخدم هاخد قهوه على طول، فتقول لها مثلا او تقول يعني الكاميريري برندري ان كافيه اون ترانتينو مثلا، فاهمين؟ فمش لازم فيربو فولاري بس. سنتي بوتريستي كيودري لا بورتا بير فافوري، اسمعيني كده او بصي هل ممكن يعني ممكن تقفلي الباب من فضلك؟ حتى لو شلت بيرفافوري هتفضل الجملة مهذبة عشان انت مصرف الفيربو في الكونديشناري. لو انت قلت لها بواي دي بقى تعتبر ايه؟ بجاحة. عشان كده مثلا وانت بتتكلم مع الاتش ار، مثلا لو انت داخل على شغل بالايطالي او حاجة تكلم الاتش ار او تكلم الانسيانت بتاعتك او وات ايفر، يعني بالايه بصيغة الكونديشناري كنوع من انواع الفورمالي كورتيزي.
فده بقى اللي بيستخدم اكتر من ان انت تستخدم لاي بتاعت الفورمة دي كورتيزية وان انت تصرف الفيربو مع الترسا بيرسونا. تمام، يعني هي احنا شرحناها عشان هي كده كده لازم تعرفها، بس عامة في ارض الواقع المستخدم ان ده بتصرف الفيربو مع تو عادي، بس بدل ما بتصرفه في الانديكاتيفو بريزنت بتصرفه في الكونديشنال. تمام، مي بريستريستي بير اون اتيمو لا تو بيرو. انا معرفش ايه لا تو بيرو ده، بس هو انت ممكن تسلفني الحاجه دي لمده دقيقه، ف يعني دي برضو اللي هو ايه لو ممكن. دي بتترجم ازاي؟ بتترجم ان انت تصرف الفيرب في الكونديشنال اللي هو طبعا فيرب بريستاري اللي هو يسلف. potreste venirci a prendere verso a prendere le 10 ms، يعني ممكن ان هل من الممكن ان انتوا تقولنا علشان apprendere اللي هو تاخدونا يعني زي accompagnare في خلال الساعة 10:30. فده برضو طلب بيبقى المودو الجنتيلي نستخدم ال conditionale. طيب عندنا هنا nelle situazioni che seguono fate delle domande in modo gentile. Chiedi ad un passante di indicarti la strada. Fakrin bħal indikazzjoni stradali li għadna fi lezzjoni precedente, aw ultima lezzjoni. Hanotlob minn ħadd in huwa jqul lina t-tariq bas in modo ġentile. Iżdej baqa is-siga tajb? Mathalan, ħna mumkin nqul saj per kazu come posso arrivare in centro. Tamam, fakrin il-modu da kan fi dialogu minn unità unu tajb, ħaġa zej kedha. Sai per caso come posso? طيب بلاش الصيغة دي عشان نعرف نخليها في الكونديشنال. مثلا اللي هو مي ساي ديري، نخليها مي ساريستي ديري كومي بوتري تروفاري النيجوتسيو بلا 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 مثلا، فاهمين؟ فلو انت بتستخدم نفس الصيغة العادية اللي هو حضرتك تعرف تقولي او تقدر تقولي ازاي انا اقدر اعمل كده، هتصرف الفيرب مع تو عادي وانت بتكلمه انت تعرف. تمام، تعرف تقول لي فمي سارستي ديري، ولما تسأل بقى سؤال عن نفسك اللي هو ازاي انا اقدر اوصل للمكان ده برضو استخدم الكونديشنالي كومي بوستو، بدل كومي بوستو هتبقى كومي بوتري. تمام، فالتهذيب هنا مش في ان انت بس وانت بتصرف مع تو تستخدم الكونديشنالي، لا، التهذيب هنا ان انت اي ضمير هتتكلم بيه بدل ما تصرفه في الانديكاتيف وبريزنت هتصرفه في الكونديشنال. تمام، هعمل تاني واحدة وانتوا كملوا. Sei in treno e la persona accanto a te parla ad alta voce. Accelera le جنبك اللي انت في القطار واللي جنبك او يعني القرب منك في ايه بيتكلم في التليفون بصوت عالي، انت عايز تقول له ايه؟ يتكلم بصوت واطي. طيب نشوف بس الفورمة اللي احنا بنستخدمها، مثلا برضه potere او scusi potresti. potere بقى صرفناه على طول مع تو عادي، بس في الكونديشنالي potresti parlare مثلا ايه abbassare la voce، مثلا potresti abbassare un po' la voce non potrei concentrarmi، مثلا لو انت بتقرا حاجة ومش عارف تركز او حاجة. فاللي هو عامة هتستخدم، شوف انت هتستخدم انهي صيغة، بس الافعال اللي فيها سواء عايدة عليك او على ضمير تاني اللي هو اللي انت بتكلمه، سواء بقى كان تو او بوي او اي حاجة، كلهم بيبقوا في الكونديشنال. chiedere qualcosa gentilmente ممكن نستخدم potresti، possiamo نصرفه مع تو عادي. مي daresti ممكن تناولني الحاجة دي. تي او لي dispiacerebbe، تي بقى لو انت بتسأله لو الحاجة دي هتضايقه، يعني مثلا لو الجو مثلا حر والشباك مقفول وانت عايز تفتحه، بس لازم تتأكد ان اللي قدامك مش هيتضايق، فممكن تقول له يا اما تي dispiacerebbe هل هيزعجك، او مثلا تي faresti اسمه ايه disturbo. disturbo ده اللي هو لو انا يعني انا كده هزعجك، او تي فاراي بقى ما علينا، خلينا هنا dispiacerebbe هل هيزعجك الحاجة دي، فممكن تقول تي او لا اللي هي اللي هو لاي لاي بتاعت الفورمة دي كنت زي بتتحول لي لي. تمام، فهو dispiacere a qualcuno، عشان كده حطينا برونوم انديريتو. البرونوم انديريتو ده بقى عايزين تحطوه لا كنوع من زيادة الاحترام، تمام، عايزين تحطوه تي براحتكم، بس كده كده dispiacere هيتصرف مع تيرسا بيرسونا سينجولاري، مش عشان فورمة دي كورتيزية، عشان اصلا piacere و dispiacere من الافعال اللي بتتصرف مع مع ايه اللي هو زي السيرشي كده مع تيرسا بيرسونا سينجولاري او تيرسا بيرسونا بلورالي.
يعني الحاجة دي هي اللي بتعجب، فهي كده الفاعل. potrebbe per piacere، potrebbe دي يعني مش مستخدمة أوي، هي potresti زي ما قلنا، يعني من الآخر بتستخدم الصيغة اللي أنت ممكن تستخدمها في العادي، بس الأفعال كلها هتتصرف في الإيه؟ الكونديشنال. dare consigli إن إحنا ندي نصايح، زي ما كان بيقول فوق في الأمثلة al posto tuo أو al tuo posto كنت هعمل كذا كذا، أو secondo me من رأيي اعمل كذا كذا، فاهمين؟ فإبداء الآراء أو إعطاء النصايح برضو بنستخدم ال conditional. Laura ti vedo un po' giù, che c'è? Fra un paio di mesi saremo in estate e forse dovrei perdere qualche chilo. Secondo me stai bene così, ma se proprio vuoi dimagrire, perché non cominci una dieta? Io sto sempre a dieta e senza risultati. Io al posto tuo mi iscriverei a una palestra, un po' di aerobica ti aiuterebbe. Purtroppo non posso da quando sono caduta sciando, il ginocchio mi fa male. Forse dovresti andare da un ortopedico oppure potresti fare nuoto, così non avresti problemi col ginocchio. Hai ragione, è una bella, una buona idea, o ottima idea, o bella idea, عادي. فهنا اتنين بيتكلموا عن الدايت وعن الجيم وكده، ف فيرا بتكلم لورا بتقول لها يا لورا انا شايفاكي امبو جو، جو اللي هو داون يعني اللي هو بالانجلش كده متضايقه يعني او محبطه او اوت اوف مود كده، يعني جو معناه الحرفي اسفل، فهنا شايفاكي يعني معنوياتك منخفضه. كيتشي في ايه المشكله؟ فرا باي دي ميزي كمان شهرين ساريمو ان ستاتي، هنكون في الصيف، وبرضه هنا استخدمت الفوتورو عادي لان الموضوع ما فيهوش احتماليه يعني الصيف، فاهم؟ ايه فورسي دوفري بيردري كوارك كيلو، فورسي دوفري هنا بقى ربما في الاحتماليه برضه، ربما المفروض ان انا افقد بعض الكيلوات. ليه مش عامل دوفري انكلو؟ عشان ده مش كونسيليو، هو هنا استخدام الايه؟ الاوزو بتاع الكونسيليو، هنا البروبابيليتا او الاحتماليه ان انا ربما ان انا المفروض ايه اخسر كام كيلو كده. secondo me stai molto bene او stai bene così، يعني انا من رايي شايفه ان انت كده كويسه، بس لو انت عايزه فعلا يعني خلاص لازم بقى انت تعملي دايت ديماجريري اللي هو يخس. ايه بقى، خلي بالكم ان هي شبه الصفه ماجرو، ماجرو نحيف، ديماجريري يخس. فكان الكوميس مع دي تاني مش ما تبدايش دايت، او بمعنى ايه رايك يعني تبداي دايت؟ فتقول لها انا دايما بعمل دايت سنسا ريزولتاتي، يعني ريزولتاتي جمع ريزولتاتو اللي هي نتيجه وما فيش اي نتائج. ايو على البوست تو، هنا بقى النصيحه، النصايح يعني، وهنا برضو نصيحه بركانون كومينشي بس لا. طيب على البوست تو دي بقى النصيحه، لو انا كنت مكانك كنت، ده فيربو اسكريفيرمي اللي هو هسجل نفسي، اللي هو فيربو قصدي سكريفيرسي يعني ده ريفلسيفو، كنت هسجل نفسي في باليسترا جيم، و اوبول دي ايروبيكا اللي هو كانت بتتقال ايه بقى اصلا بالانجلش يعني ايروبيك تقريبا ايروبيك، يعني شويه بقى الرياضه دي هتساعدك، تي اي تيرابي هتساعدك. للاسف ما اقدرش علشان من او من دا كواندو منذ، منذ عندما، بس هي من الاخر منذ يعني، من اول ما وقعت كاديري نصون كادوتا شاندو، شاندو اللي هو وانا بتزحلق او وانا بتزحلق على الجليد، من يوم ما وقعت هناك الجينوكيور بيتي مي فمالي بتوجعني. تمام، شوفوا برضه الصيغه دي مي فا، مثلا لا دنت مي فمالي اسناني وجعاني، الجينوكيو الاستومكو اي حاجه، دي الطريقه يعني انت تقول انت مصدع او راسك بتوجعك او كده. forse dovresti andare da un ortopedico oppure potresti fare nuoto. طيب نوتو ده بتطرح لها ان هي تسبح، ممكن انت تسبحي، تسبح ايه ده، تسبحي بالسين السباحه يعني. اورتوبيديكو دي انا مش متاكده منها بس ممكن تكون علاج طبيعي يعني، دوروا برضو، او تروح تعملي يعني تلعبي سباحه، فبالطريقه دي مش هيبقى عندك مشاكل مع ايه الركبه، فتقول لها معاكي حق، دي ايه فكره جميله. برضو اسئله حلوها. تالت اوزو انا فرحت بصراحة، لا فرحت احنا مالنا ايه،
Lavorate in coppia con l'aiuto bla 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 bla. كل الحاجات دي هنخليها في كونسيل. فالموضوع اتهرس بقى خلاص. احنا رولي مثلا هتبقى الفيرب يعني، تمام، شوفوا اصلا الفيرب ايه متصرف معاني برونوم، وحطوه في كونديشنال، مفيش اي حاجه. هنا بقى نطلعهم بوترستي دوفرستي، هي نفس الافعال، بس هو يعني هو بيعيد ويزيد فيهم. هم المهم انت تعرف الاوزو. فاول اوزو كان ديزيداريو ريالي تابيري، رغبه قابله للتحقيق. تاني حاجه ان احنا ندي نصايح، تمام، ده تاني اوزو. بص تالت أوضة أو رابع أوضة، احنا ايه في حاجة سقطناها؟ اسبريمي اون اوبينيوني بيرسونال، رأي. أنا قلت فوق أصلا واحنا بندي نصايح، هي يعني لو كنت مكانك هعمل كذا كذا، أو فده كان رأي أو نصيحة، هما الاتنين واحد يعني، هما بس بيحبوا يكبروا الدنيا. طيب، أو ايبوتيزي توقعات أو فرضيات. سيكوندو مي دوفريبرو اتشيتاري، هما هيقبلوا يعني، أنا من رأيي أتوقع إن هما هيقبلوا. questo orologio dovrebbe costare un bel po، يعني بص كده الساعة دي شكلها غالية. أكيد أكيد بمعنى إيه؟ أنا بتوقع يعني إن هي تلاقيها بقى إيه، تكلف un bel po يعني حبة حلوين. riferire un'opinione a una persona secondo i testimoni il ladro sarebbe un uomo sui 30 anni. هنا برضه هو مزود أوضه كده يعني ملوش لازمة، بس هنا بيقولك إن أنت بتتكلم عن معلومات خاصة بناس آخرين. فهنا سكوندو اي تستيموني اللي هو الشهود يعني، او الناس اللي ادلت بشهادتها حوالين الموضوع. الحرامي هيكون او من المتوقع انه يكون un uomo sui 30 anni فوق الايه ال 30 سنه. سكوندو لا ستامبا لو سوبرو كونتينويريبي انكي دوماني، يعني وفقا للاعلام او الصحافه الاضراب هيكمل او ممكن من المتوقع ان هو يكمل برضو ايه كمان بكره برضو. هنا هتكملوا بقى عادي، الموضوع مبقاش فيه أي مشاكل. طيب قبل ما نخش على تشي هنا هيقولنا ال conditionale composto. أراجع بس كده معاك الأوزي دلوقتي، احنا عرفنا ازاي بنكون ال conditionale composto semplice، هو كلمة واحدة بنشيل ال are وال are وال ear ونحط النهايات، بنحفظ النهايات ونطبقها على أي فعل. في عندنا شوية أفعال irregolari بنحفظهم، الأوزو أو الأوزي بقى هو عاملهم هنا أربعة. أول واحد كان desiderio realizzabile، رغبة قابلة للتحقيق، هل هنحققها أم لا؟ لسه مش عارفين. تاني حاجة كانت إن احنا نطلب حاجة in modo gentile بطريقة مهذبة. تالت حاجة كانت إن احنا dare consiglio ندي نصيحة. وآخر حاجة كانت إن احنا dare opinione أو esprimere opinione. تمام. احنا بقى دلوقتي هل ننزل ناخد الكونديشنال كومبوستو ولا نطلع نكمل الصفحتين بتاع الديالوج، ولا نعمل الاثنين، ولا نقفل الاثنين بقى خلاص؟ خلينا ماشيين بالترتيب بس عشان الدنيا كده ما تبوظش مننا، ونطلع ناخد اول صفحتين وبعدين بقى في الفيديو اللي جاي نبقى ناخد الكونديشنال كومبوستو. ما قلناش حاجه. طيب عندنا شويه اسئله كده نقراها الاول. Siete mai stati a un concerto? Parlatene. هو انتوا عمركم قبل كده رحتوا كون يعني كونشيرتو، حفلة موسيقية؟ اتكلموا عن الموضوع ده. Quali cantanti italiani conoscete tra quelli elencati nella locandina del concerto? عندنا الورقة دي كده، una canzone per il terzo mondo. Per il terzo mondo. Il concerto del Stelpe. عندنا هنا Eros Ramazzotti، اتكلمنا عنه في unità 2. Laura Pausini، مشهورة جدا. Vasco Rossi. مين ده؟ جوفانوتي، سمعت الاسم ده قبل كده برضو. ليجابوي، معرفش. جيجي داريسيو، معرفوش. أندريا بوتشيلي، ده عامل أغنية جامدة، هو أوبرا كده وأنا ماليش في الكلام ده كله، بس الأغنية بتاعته جامدة، اللي هو إيه كونتي باركيرو، همشي معاك أو هرحل معاك، جامدة فظيعة. جورجا، معرفوش. تيتيانا فيرو، معرفوش برضه. فهنا بيقولوا أنتوا تعرفوا مين منهم؟ أنا أعرف إيروس من الكتاب ده، ولورا باوزين لأنها مشهورة أصلا، واندريا، وشكرا على كده. وفي بقى بيبي كيك، وفي واحد اسمه محمود كده مصري عامل اغنيه جامده، يعني هو من اصول مصريه بس هو ايطالي. فين تاني؟ في اناليزا طبعا، دول بس انا سمعتهم تقريبا. Ascoltate le prime battute del dialogo، senti o quasi potete immaginare il seguito.
Certo, ma non è una cosa che non tocca. Ascoltate nel piano il momento che andrò a fare la sedia. Se necessario, ascoltate di nuovo. Indicate le tre informazioni esatte. Mendolfi, Taletta, Mogodil, Serigallo. L'annuncio di Simone è una sorpresa per Angela. الحاجة اللي أعلنها سيمون بتكون مفاجأة لأنجلا. سيمون dice che ha già comprato dei biglietti. سيمون already اشترى بعض البيتي. أنجلا non ha tanta voglia di andare a questo concerto. أنجلا مش عايز تروح الموسيقى ده. أنجلا vorrebbe portare al concerto anche una sua amica. هتجيب الكونشيرتو ده معاها إحدى صديقاتها. سيمون dice che non sarà facile trovare un altro biglietto. سيمون بيقول إن مش هيكون سهل إن إحنا نلاقي تذكرة تانية. Alla fine Angela dice che preferirebbe non andare al concerto. Angela تقول إن هي في الآخر مش عايزة تروح الكونشيرتو. نسمع الأول ولا نقرأ الأول؟ بما إن أنا الموبايل مش جنبي فإحنا نقرأ الأول. Ti piacerebbe andare al concerto؟ هل هتحبي ان انت تروحي الكونشيرتو؟ مثلا هنا في سؤال بديهي، يعني بديهي فعلا انتوا تسألوه هنا. طيب ده انهي اوضه من الاربعه؟ هل هو رغبه رياليتابيلي؟ هو يعني فاهم، محدش بيعبر عن رغبته، هو هنا حد بيسأل. طيب هل هو طلب المودو جنتيلي؟ لا، هو بيسألها يعني ما بيطلبش منها. طيب هل هو كونسيليو مثلا، هو بينصحها؟ لا. طب هل هو بيعبر عن رأيه؟ لا برضه. فايه بقى هو من الحاجات دي؟ ولا حاجة. عشان كده يا جماعة انا ما بحبش ان انا في الحاجات اللي زي دي اقعد امشي بالورقة والقلم واقول الاوزي بتاعي دي، لان في اوزي من هنا هتلاقوهم شبه الاوزي اللي في الفطور وحاجات كتيرة كده. فانا يعني بعد ما غصت قوي في الجراماتيكا وتفاهمين وتعكيت عكة جامدة، بقول لكم بقى فطور يعني اعرفوها مش ما تعرفوش، بس وانتوا بتطبقوها هتلاقوا ان مش بس يعني انتوا مش محفورين في الكواتر اوزي دي بس. يعني انا بالنسبه لي كندا الكونديسيونال لحد السمبليتش بس بيساوي كلمه احتماليه. هل هيعجبك اندالة الكونشيرتو؟ فهو ممكن يعجبها وممكن لا، فاهمين؟ فانا ما بسالش في العموم. يعني انا قلت مثلا تي بياتشي اندالة اد اون كونشيرتو، هل انت في العموم بتحبي ان انت تروحي حفلات موسيقيه؟ لكن على الكونشيرتو كده في كونشيرتو معين، فهل الكونشيرتو ده انت تحبي ان انت تروحيه؟ فانا مش متاكد هل او لا، فالموضوع فيه احتماليه. انا بقى بالنسبه لي الكي وورد بتاعت الكونديسيونال هو الاحتماليه لحد دلوقتي، لسه بكده قدام لما ناخد الكومبوست وهكمل لكم بقى الخلاصه بتاعت الموضوع ده. طيب يلا، سنتي تي بياتشيريتا عندها على الكونشيرتو دومينيكا بروسيما. هل سيعجبك ان احنا نروح الكونشيرتو ايه يوم الحد اللي جاي؟ على الكونشيرتو ديل ستيلي. السؤال ان هو قايل على الكونشيرتو، فهو كان بيتكلم على الكونشيرتو يعني بعينه. فهي ايه ده، بتتكلم على الكونشيرتو ديل ستيلي اللي اسمه كده ميستاي بريندنتو ان جيرو. هو انت بتهزر معايا؟ انت بتستظرف معايا؟ بريندرا ان جيرو ده اسبريسيون بمعنى يستهزئ او يسخر من حد، تمام؟ هنا ستاري والجيرونديو تقريبا احنا ما شرحناش لسه في الكتاب ده، بس يعني هي ايه، حاجة زي اللي هو المضارع قوي، يعني اللي هو مش مضارع في العموم، اللي هو انت حالا بتعمل الحاجة دي حالا، هو انت بتستخف بيا، اللي هو زي اكن يعني كل الجملة دي كده اللي هو اكنه ايه، بيقول ايه سكارسي بتهزر، فاهم؟ فاللي هو اكيد يعني برضو اللي هو اكنها قالت ايه كومينو، ازاي لا، فدي كلها سينونيم يعني. نو ديكو سول سيريو، لا بتكلم بجد. تشي فورستي اسري، يعني هل فاهمين هل تحب ان انت تكوني هناك؟ فتقول له تشارتو كي تشي فوراي اسري نون مي ديري كي اي تروفاتو اي بليتي. اكيد تشارتو ده اكيد، يعني حاجه اكيد ان انا عايزه اكون هناك. لا ما تقوليش بقى ان انت ايه لقيت تيكتس، ما تقوليش بمعنى زي ما احنا اللي هو لا بتهزر لقيت تيكت، مش اللي هو ما تقوليش ان هو بتأمره، ما تقوليش يعني. بس ده ايه، خلي بالكو امبراتيف اهو نون وديري كوازي تقريبا او يعني كومي ساريب بعد ديري كوازي، يعني يعني ايه تقريبا، فاهمين اللي هو يعني ايه تقريبا؟ ما هو يا سي نو تشيلي اي او نو تشيلي اي، فاكرين بقى الصيغه دي اللي هو افيتشلا تشيلو او نو تشيلو، بس هنا عشان البليتي حطينا ليه تشالي.
perché so che, no, che sono andati a Aruba, اللي هو الاستسلام على بعض ان هم ايه بيتخطفوا، انا عارفه ان هم ايه بيتخطفوا، فاللي هو اكيد احنا مش هنلحق نجيبهم يعني. Allora ti spiego. طيب اذا طيب بصي هشرح لك. Un mio amico, احد اصدقائي اسمه كارلو, lavora per l'agenzia che organizza il concerto e mi ha promesso due biglietti. Promesso, اللي هو فاكرين بقى البارتيشيب بوست الريجولاري ده اللي هو verbo promettere اللي هو يوعد، تمام؟ غير permettere يسمح. فهنا انا هشرح لك، احد اصدقائي اللي هو اسمه كارلو بيشتغل في المكان او في الشركه اللي بتنظم الحفل الموسيقي ده، ووعدني ب 2 تيكتس، تمام؟ كي بيلو، ايه الجمدان ده؟ سنتي بوتريمو تروفار ني اونو انكي بير سيلفيا، هل احنا نقدر ان احنا نلاقي واحده كمان عشان سيلفيا؟ فا ماتا بير فاسكو روسي، فا ماتا اللي هو دي بتتجنن عشان فاسكو روسي، بتحب فاسكو روسي ده موت بالهبل، ماتا اللي هو مجنونه، اندري ماتو اللي هو بيتجنن عشان حاجه من كتر ما بيحبها يعني، مش سنسو نيجاتيفو. بورتروبو نون اي ريوشيتا ا تروفاري ان بليتو، وللاسف ما نجحتش في ان هي تلاقي ايه تيكت. نو كويستو ساريب تروبو، لا ده هيكون كتير قوي برضه، هنا احتمال يعني هو مش اكيد، هو لا كده متهيالي هنكون متقلين عليه يعني، فاهمين؟ نون لي بوستو كيادر ون الترو بليتو، ما اقدرش ان انا اطلب منه كمان تيكت تانية لي اللي هي الوي ده انديريتو. Anche se è un amico, mi manderebbe a quel paese. طيب هنا anche se è un amico يعني بالرغم من ان هو صديقي، mi manderebbe هيرسلني a quel paese. A quel paese الى هذه البلد، ده كده اسبريسيون اصلا اللي هو مجازا يعني، نقول ايه هينفخني، اللي هو هو صاحبي وكل حاجة، بس لو قلت له هات لي تيكت كمان هينفخني، هيشتمني، فاهمين؟ فده اسبريسيوني، ما تقدرش تترجموه حرف ماندري a quel paese. هي مين اللي هيرسل؟ هو الأميكو هيرسل مين؟ أنا، يبقى مين؟ إيه avrebbe pure ragione، وهيكون معاه حق، تمام؟ كل ده كونديسيوناليه، كنوع من أنواع الاحتمال، إن أنا لو عملت كده احتمال كبير يزعق لي وساعتها هيكون معاه حق، فاهمين؟ puoi sempre provare اللي هو البني آدم يقدر إن هو يحاول كده كده، فاهم؟ اللي هو إيه؟ لا مانع من المحاولة في العموم، عشان كده استخدمت الـ presente no؟ نو هنا بمعنى صح. سي بوتري بروفاري، تمام اقدر ان انا اجرب. ما سيكوندو مي نون ها سينسو، بس بالنسبه لي الموضوع ده مش منطقي. io invece penso che tu e il tuo amico potreste fare qualcosa. انا بقى من رايي عكسك يعني، ان انا بفكر او اعتقد ان انت وصاحبك تقدروا تعملوا حاجه. شو ايه هي الحاجه دي؟ كنسو يعني انا مش عرفني. potresti fare un regalo a qualcuno per esempio، يعني تقدر ان انت تدي هدية لحد مثلا يعني، تقدر شوية يعني ولا ايه؟ ما كريتشي un regalo sai quanto costeranno i nostri due biglietti، هو انت عارفة ال 2 tickets دول هيكلفونا كام؟ erano da futuro. لا هو مش انا فهمت، هي بتقول له يعني هي من الاخر بتخلعه عشان تاخد التيكت للاميكا بتاعتها يعني، فبيقول لها انت عارفه هما يكلفونا كام؟ ف اي راجوني، معاك حق. تزورو حبيبي، سانتي تي ديس بياتشيريبي، هو انت هتتضايق قوي او مش هيعجبك قوي نون فينير على الكونشيرتو، هو انت لازم تيجي يعني، فاهمين؟ فمن الاخر الكونديشنال يا جماعه، احنا بنعرف الاوزي بتاعته بالورقه والقلم كده عشان نبقى عملنا اللي علينا، لكن ساعة البراكتيكا الفعلية الموضوع ما بيبقاش كده، اللي هو يا كونسيليو يا دوماندا ان مودو جنتيلي يا اوبينيوني يا الناقص اصلا ديزيداريو رياليستابيلي، يا طالما مش حاجة من الأربعة يبقى مستخدمش كونديشنال، لا هو خليكم مرنين شوية في الموضوع بتاع الأوزي ده، وفرقوا بينه وبين الفوتورو. هنا الأسئلة اللي فوق بقى هتحلوها، والأسئلة اللي هنا هتحلوها برضه، وأنا هخلع بقى بصراحة لأنها كتاب. سمعك بس الديالوجو وشكرا على كده، والمرة اللي جاية بقى ناخد الجزء اللي في النص، هنكمل الكونديشنال كومبوستو، حلو على البريزنت قبل ما ناخد الكومبوستو. كومبوستو سهل مبني على السنتيتش اصلا، هناخد بس الاوزي بتاعته وهنكمل بقى الجزء بقى اللي هو بتاع سكريمر والكلام ده كله، والفيديو التالت هيكون على ايه؟
l'affinità Zenfone. Allora, ascoltiamo il dialogo. Senti, ti piacerebbe andare al concerto domenica prossima? Al concerto delle stelle? Mi stai prendendo in giro? No, dico sul serio. Ci vorresti essere? Certo che ci vorrei essere. Non mi dire che hai trovato biglietti? Quasi. Come sarebbe a dire quasi? Ce li hai o non ce li hai? Perché so che sono andati a ruba. Allora ti spiego. Un mio amico, Carlo, lavora per l'agenzia che organizza il concerto e mi ha promesso due biglietti. Che bello! Senti, potremmo trovarne uno anche per Silvia? Va matta per Vasco Rossi. Ma purtroppo non è riuscita a trovare un biglietto. No, questo sarebbe troppo. Non gli posso chiedere un altro biglietto. Anche se è un amico, mi manderebbe a quel paese e avrebbe pure ragione. Puoi sempre provare, no? Sì, potrei provare, ma secondo me non ha senso. Io, invece, penso che tu e il tuo amico potreste fare qualcosa. Che Cioè? ne so, potresti fare un regalo a qualcuno, per esempio. Ma che dici? Un regalo? Sai quanto costeranno i nostri due biglietti? Hai ragione, tesoro. Senti, ti dispiacerebbe non venire al concerto? Ok, abbiamo finito. Grazie mille per la visione. Sapete, non guardate, best per quei studenti. A prossimi video. Ciao!